يا هلا ومرحبا بكم ومساكم الله بالخير ورمضان مبارك عليكم وين ما كنتم مشاهدينا، مشاهدي قناه دبليو تي في وطن وكذلك مشاهدينا على البث المباشر. ورجعنا لكم يوميا وكل يوم الساعه 9 على حزوره بصوره، واكيد كل رابح ويانا انا وشهد. ومساء الخير يا شهد. مساء النور، مساء العافيه عليكم، نتمنى لكم فطور شهي. طبعا اكيد احنا يوميا بعد الفطور ندخل الفرحه لكم اكيد بشوفتنا وبجوائزنا الحلوه. ننتظركم على الأرقام الاتصال الظاهرة على الشاشة، شاركونا والكل يطلع إن شاء الله من عندنا ربحان. أنا حبيت الثقة شهد مال إنه راح ترافقكم البسمة أو راح تفرحون بشوفتنا، وأكيد لا وأكدتها يعني أكيد. إن شاء الله يا رب إحنا نكون يعني وجوه خير عليكم ونربح الكل، وأكيد إحنا ناطرين اتصالاتكم ومشاركاتكم، وإحنا هدفنا الأول والأخير هو زرع الابتسامة على وجوهكم، والهدفنا الثاني زيادة معلوماتكم، وهدفنا الثالث إنه ما نزعل أحد والكل يكون راضي علينا خلال شهر رمضان المبارك، واكيد ينعاد عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. قبل ما نبلش بالاتصالات يا شهد، ارسل لك على شعرك وعلى ملابسك، هاي الحلوه مين؟ طبعا شنها الجمال؟ انا يوميه حلوه صحيح؟ اليوم لا اليوم لا اليوم شهد لا التواضع مالتها فول. طبعا تحياتي لمركز شبعات اللي قايمين بالميك اب والتسريحه يوميا على طول شهر رمضان، موجودين بالمنصور مقابل نادي الصيد. وتحياتي الأزياء جنة الخليج، الأزياء دائما حتكون وياي على طول شهر رمضان، موجودين هم بالمنصور مقابل صالون منير. تحياتي بالإضافة إلى شهد الجوائز دائما اللي مقدمة من مركز شبعات، أكيد نوجه لهم تحية. ودخل ويانا التونه كمال، ودخل ويانا مركز باني بيوتي، نوجه لهم تحيه. وكذلك نوجه تحيه لشركه قلعه الشمال للسفر والسياحه باداره محمود السعدي لانضمامها بالقرعه الاسبوعيه لسفر شخصين كل اسبوع، واكيد نوجه لهم تحيه لكل شخص جاي يشاهدنا من خلال الشاشه او من خلال البث المباشر. وذا ويانا اتصال، نقول الو مساء الخير. الو مساء الخير ورمضان كريم. الو عصبي علينا وعليكم، اول عصبي يدخل علينا يعني. للجميع ان شاء الله. من ويانا؟ حارث نابا. حارث من وين؟ من الدوار. هاي ثالث مره انتصر. حارث نامق من وين؟ ناظم لو نامق؟ ناظم؟ حارث ناظم 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 من الانبار حارث. انت؟ نعم. حارث سابقا الاتصالات اللي اتصلتها بينا ربحت ولا لا؟ والله ما ربحت لو مرة ولا مرة. إن شاء الله اليوم تربح ويانا، وأكيد إحنا نربح الكل. إيش عجب ما رابح ولا مرة؟ والله أريدها من شاربك من شاربك. تمام أوكي يا حارث، مستعد نروح للصور؟ مستعد. يلا نروح للصور ويا حارث ونشوف الصورة الأولى اللي طلعت لك. سهلة. أريد أسألك سؤال يا حارث، هذه الصورة اللي طلعت لك لمنو هذه الصورة؟ ممثلة. هي ممثلة عراقية راحلة الله يرحمها، قديرة طبعا، هي مدرسة بالكوميديا بالتحديد. منو أو شنو اسمها يا حارث؟ أمل. هاي اسمها أمل. أمل شنو؟ أمل شنو؟ أمل خضير. لا أمل خضير بعدها عدلة يا حارث. بنت المرة حارث ليش؟ عمر طويل أكيد فنانتنا الغالية أمل خضير. طبعا حارث انت اوكي، هي امل طه مو امل خضير. فالف مبروك لك يا حارث، اسمك دخل ويانا بقرعه السفر، وهذه هي صوره الفنانه الراحله امل طه الله يرحمها ان شاء الله. وتحياتنا اكيد للممثله امل خضير. تحياتنا لهم. موت المره اول اتصال ليش؟ يلا ناخذ اتصال نقول الو. الو الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام الله اكرم. فاطمه قاسم. فاطمه قاسم من وين؟ من بغداد. سلام شهودة. حياتي هلا بيك، شلونك؟ فاطمة قاسم. زينة. فاطمة قاسم من بغداد. اها. شلونها معلوماتك؟ معنوياتك شلونها؟ الأسئلة سهلة صعبة؟ ساعدونا وزينة. ساعدونا. إن شاء الله نساعد. فاطمة أكو واحد اسمه ثامر، فاطمة أكو واحد اسمه ثامر بالاستديو واقف، تشوفيه لو لا؟ أرجع أربحاني. إن شاء الله تربحيني. ولا أصلاً. باعيني فاطمة. أنت تسمعني. فاطمة فاطمة. فاطمة إحنا عندنا قوانين. إذا جاوبتي من أول مرة راح تاخذين جائزة من المركز، وإذا جاوبتي مساعدة من عندنا تدخلين بالقرعة، تمام؟ ها بابا مو أريد أفرح من أي. إن شاء الله تفرحين. يلا نشوف الصورة إن شاء الله سهلة. ولو ما سلمتي علي يا فاطمة
وتجاهلتيني تجاهل عظيم. هسه يلا هسه يلا يا فاطمه هسه. هي كان بعد كان هم تفوز، ساعدوني خل افوز وخلاص. فاطمه احنا والله نساعد قدر ما استطعنا، لكل شخص يتصل بينا بيوصينا او لا بالمساعده، لكن هذه الانظمه وضعتها شهد بعد حلقه 15 من رمضان. وضعتها قالت انه لازم اخلي قوانين. لا انا احب شهوده حياتي، ما احب تفيد الشهوده لعد فيديها عن الشهوده. ان شاء الله الاسئله سهله ان شاء الله. يلا نشوف الصوره. يلا طبعا كل سهل، بدي شوفين الصوره طلعت لك. شنو اسمه؟ شنو اسمه وبشنو دائما يمثل او شنو الادوار اللي ياخذها، يعني مثل اي اختصاص هو يعني هذا الفنان؟ ستار. ستار ستقول ستار خضير. اخو امل خضير. ها ستار. سهل سهل، خلي احد يمشي يساعدك، خلي احد يمشي يساعدك يعرفوه، يعني العائلة العلاقية كلها تعرفه. ساعديني زين شوية. ساعديك. زين انتي متابعة رمضان هسه المسلسلات اللي موجودة؟ هاي مسلسلات؟ السنة راحت. هو باعي زهراء زه فاطمة. ها. هو اسمه زهير محمد، الفنان القدير زهير محمد، لكن أريدش تقولي لي شنو هي الاكثر شنو اكثر الادوار اللي هو يمثلها دائما؟ يلا زهر فاطمه راح تحضر. يلا شلون؟ راح اقعد عادي. يلا يلا مو تريدين واحد يساعدك عشان انطيتك الاسم فاطمه؟ نساعد بعد. راح انام. راح انام فاطمه. انام مسمعك فاطمة. هذا زهير محمد، الفنان القدير زهير محمد. أريد نعرف من حضرتك شنو الأدوار اللي دائما يجيدها أو يمثلها؟ زين نسألها سؤال بسيط، تدخلها القراءة؟ اسأليها. هو هذا هم بسيط يعني ما يحتاج لشيء. يلا سأليها بما أنه هي طلبت منك مساعدة وما ساعدناها لحد الآن. يلا زين سألوني سؤال. بس ما دام ما عرفتي هذا السؤال تدخلين القراءة، تحبين شاركي مرت الأخ وتفوزي بالمركز إن شاء الله. طبعا هي عالية صوت التلفزيون، تسمعنا التلفزيون عالي. تتصلين بينا مرة ثانية ان شاء الله، ان شاء الله تروحين باكر ولا بعده ولا بعده. يلا ماي خالد. يلا انطيها سؤال. السؤال انت بيا مرحلة شنو تدرسين؟ صف الخامس. يعني خامس شنو؟ خامس ابتدائي. يعني ابتدائي تريد تروحين للصالون؟ شو تسوين بالخامس؟ شو تسوين بي؟ اعطيها لامي. ها تقول زين شنو سالك انه هو كله صعب؟ شو سالك؟ ندخل اسمها القرعه بعدها صغيره فاطمه. احنا اسمك راح بما انه انت بالخامس ابتدائي، بما انه انت هاديه الجائزه لوالدتك، فاسمك دخل ويانا بالقرعه، وان شاء الله يوم الجمعه يطلع اسمك وتربحين ويانا الجائزه المقدمه من شركه قلعه الشمال للسياحه والسفر. طبعا تحياتنا لك ولوالدتك، وحاول الاتصال مره ثانيه بالحلقات الجايه وان شاء الله تربحين. تمام. خامس خامس ابتدائي. انا عرفت اشوف الصوت اقول يعني جزئيه ناعم. انا عبالي ناعمه يعني قلت خامس علمي يعني مو خامس ابتدائي. يلا اوكي عادي عادي. يلا روح الاتصال نقول الو. الو مساء الخير. مساء النور. مساء السعاده ورمضان كريم عليكم. من ويانا؟ حسن فلاح من السليمانيه. حسن فلاح من السليمانيه. نعم. حسن ممكن دخلت ويانا القرعه؟ زين انت شو تسوي هي القرعه بالسليمانيه؟ شو تسوي؟ يلا حسن، حسن مستعد للمسابقه ولا لا؟ مستعد. يلا هم تريدين نساعدك لو لا؟ اي بس انت ساعدني. هاي صايره اليوم حياتي. حسن بما انه تريد او طلبت بس مني المساعده فخلاص اعتبر انت رابح. يلا نروح للصور ويا حسون من السليمانيه ونشوف الصوره اللي طلعت لنا. نشوف من الشاشة حسين؟ ايه دا اشوفه بس هذا ممثل عراقي اعرفه بس ما اعرف اسمه. هو ايه اوكي وكلهم شايفينه بس شنو اسمه؟ ما اعرف يعني اعرف اسم الافلام مالته. اوكي لحظة، هو اسمه محمد حسين عبد الرحيم. يا حسن، لكن اريد اسألك سؤال، شنو جنسيته؟ ما اعرف. حسن لا مستحيل. جنسيتي يعني عراقية؟ لا 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 مو عراقية. لا
قبل فترة صارت ضجة على مود الموضوع. هو جنسيته عربية لكن من وين؟ من سوريا. لا لا حسن. ها حسن ليش زعلنا من عندك حسن؟ حسن فلاح، بما انه انت طلبت المساعده من عندي وانا اليوم اريد ادخل اسمك للقرعه، هو فلسطيني الجنسيه لكن عراقي. احنا المخرج يغلطني يقول عراقي دائما صراحه لان احبه، وهو يعني يعني كل حياته قضاها واغلب حياته قضاها ببغداد او العراق بصوره عامه. نوجه له تحيه ونتمنى له الصحه والسلامه لفناننا المبدع المدرسه بالكوميديان طبعا محمد حسين عبد الرحيم. وحسن اسمك دخل ويانا بقرعه السفر، الف مبروك. اريد اجاوب من مخرج السور الصيني العظيم مدام يغلطني، اتفقنا؟ بعده السور الصيني العظيم ما حد يعرفه. من المخرج يلا تمام. ناخذ اتصال نقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. الو الو مريم علي من بغداد. مريم علي من بغداد. من بغداد او المره اشترك فايده يعني دا احاول احصل ماكو. المهم حصلتي الحمد لله وشكر. مريم شلون معلوماتك؟ الاسئله شلون؟ منو يساعد؟ انا ولا ثامر؟ اكيد ثامر. اكيد ثامر بيساعد دائما. هلا مريم شلونك؟ رمضان كريم. ايوه عاد لا البنيه طبعا. شنو؟ منصرف البنات. حلو يلا خلي تفيدك البنات. شوف انا راح اسكت. انا اساعدك ما عليك. يلا مستعده للمسابقه؟ مستعد. يلا نشوف الصوره. يلا خلي تفيد الشهد. سهل. بدي شوفين الصوره طلعت. براد بيت. جاوبت. جاوبت شنو هي؟ طبعا تحياتنا لك. جاوبتي قبل ما اسالك. زين من هي زوجتي؟ ها؟ بس ما دا اسمع. زوجتي زوجتي من هي كانت؟ ها؟ زوجتي السابقة هم ممثلة معروفة. مخرجنا يقول ديانا حداد بعد ما ندري. مدى اسمع صوت ناصي شوي. زوجها شنو؟ المخرج من ورا ديانا حداد. زوجتها السابقة يا مريم شنو اسمها او منو هي؟ هي هم معروفة. ها؟ ها؟ هاي شلون؟ مريم مريم زوجة براد بيت السابقة. زوجة براد بيت؟ اي منو هي؟ انجلينا جولي. عشتي ليش؟ هاي لا ساعدناك ولا شيء وفزتي ويانا جائزة مقدمة من مركز شبعات. تحياتي ألف لأليش. ألف مبروك يا مريم. الجائزة المقدمة إلك من مركز شبعات. شوفوا مشاهدينا ما ساعدناها، جاوبتنا سؤال سؤالين جاوبتنا. احنا مع الشطار والشاطر يتدلل علينا طبعاً. يعني هو يطلب الجائزة بنفسه. اروح لاتصال اخر ونقول مساء الخير ورمضان كريم. علينا وعليكم. على الجميع ان شاء الله. من ويانا؟ الله يخليك. انا ام حسين من المدائن. ام حسين من المدائن. ام حسين هاي يمكن ثاني اتصال مو صحيح؟ انقطع ذاك اليوم خابرت وياك بس اعطيت اسمي كان ينقطع. هاي اي هاي من شهد هي ترى تقطع الاتصالات. هاي شنو هاي؟ هاي مو خوش سمعي طلع علي ما عليكم بي. لا هاي شهود الوردي حياتي. ها حلو اليوم كلهم يعني كلهم عليك اكو شيء اليوم نازل عليهم الوحي. احبكم انا. يلا تمام مستعده؟ يلا ام حسين مستعده نروح نصور؟ ان شاء الله مستعده. يلا الصوره اللي راح تطلع لام حسين. سهله ام حسين. شوفين الصوره ام حسين. عافية. أم حسين هذا الممثل اللي اسمه عدي عبد الستار. أي نعم. إيش قد مواليده؟ والله مواليده كنا بالثمانينات. لا يا ثمانينات أكبر. لا مش كده يا أم حسين. أكبر. هو بالسبعينات. إيش يعني أكبر بالسبعينات؟ هو 1900 ورقمه 70. يلا بسط. يعني 9؟ لا. لا لا أكبر. 77؟ أكبر. بعد اختيار 70. 71. 71 ألف مبروك لك يا أم حسين. بس مشتخل وانا قرعة السفر مبروك. صفقين أم حسين. ليش ما صفقين اللي يفوزون؟ لا نصفق احنا؟ اي نصفقون. تحياتنا لك يا أم حسين. بس مشتخل ويانا بقرعة السفر انتظرين الجمعة وأي شخص دخل اسمه بقرعة أو قارورة السفر ينتظرنا يوم الجمعة للسحبة. واللي يفوز يوم الجمعة أكيد يحضر نفسه ليوم الاثنين. حلوة الجمعة اللي أخير جمعة برمضان الاثنين عيد يكونون. صح. ويروحون سفرة حلوة هاي الشغلة. حلوة الأجواء راح تكون. أكيد. إن شاء الله إحنا نربح. يلا نستقبل الاتصال. يقول ألو. ألو. ألو.
السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشارك؟ أكيد طبعاً ممكن تشاركين. رمضان كريم عليك. من وياك؟ رمضان كريم علينا وعليكم. حياتي تسلمي لي. من وياك؟ وياكم منار قيس نوح من بغداد. منار شنو؟ قيس. قيس؟ نوح. منار قيس. منار شلون المسابقة؟ أشارك في بداية رمضان اليوم. يلا حصلتكم وأخيراً. الحمد لله. الحمد لله من حصلتينا. إي أول مرة. شلون معلوماتك المسابقة شلون هي؟ زينة زينة معلوماتك إن شاء الله. زين من يساعدنا لو ثامر؟ أكيد علي. والله اثنينكم خير وبركة. كيفكم؟ اثنين خير وبركة. يلا عادي صبغتنا اثنين. هذا صبغ البنتلايت. يلا تمام. يلا نشوف الصورة. يلا. الله أحب هذا الممثل عندي طبعا. بدي تشوفين الصورة. أنت سيبها تحبها بنات. أنا أحبه. لازم هذا سلمان خان. ممثلين عندي والله. سلمان خان زين. أريد منك اسم فيلم مثله. يعني هو ممثل؟ اي هو فيلم من افلامه اللي كان هو يعني دور البطوله هو اكيد ودام البطل يعني هو دام البطل يلا منار راح احسب لك من واحد الى عشره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تايجر 3 شلون؟ تايجر 3 الحقيقه النهائيه. صح الحقيقه النهائيه. بما اني شاطره بما انت بما انه عفوا ها شنو قلت اسحق بما انه انت شطوره كلش يا منار وبما انه انت اتصلتي اتصال اول وشاركتي وتعبانه لمده 16 يوم تتصلين وما تحصلين فانت اليوم تختارين جائزه تريدين جائزه من مركز ولا جائزه ندخل اسمك بالقرعه؟ لا مركز. تمام الف مبروك لك يا منار ربحت ويانا جائزه مقدمه من مركز شبعات تحياتنا لك تحضرين مقر القناه وتستلميها ان شاء الله نروح لاتصال ثاني ونقول الو مساء الخير مساء النور السلام عليكم وعليكم السلام والرحمه وياكم حبايب احنا بخير اذا انت بخير انت شلونك تمام الله يسلمك من ويانا وياكم بهاء اخي دقيت عليكم من بابل بهاء شنو بهاء غانم بهاء غانم من بابل شلون هالاجواء ببابل؟ والله تمام زينه زينه لو زوينه حاره بارده زين بهاء والله حاره بهاء ارده اسالك سؤال دائما احنا برمضان يزيد وزننا يعني نسمن انت سمنت لو بعدك محافظ على نفس الوزن الحمد لله لا صايم ولا فاطر لا صايم ولا فاطر يعني شنو ميت؟ عشان رامج شلون؟ ايش تاكل؟ صدق شو ليش؟ يعني ممكن تحللنا هاي المعادلة اللي ذكرت لنا إياها إنه لا صايم ولا فاضر يعني شنو مثلا؟ وضح لي عايش على المغذي بها بها يعني شكرا شكرا لك ولاتصالك بما انه انت ضحكتنا هاي الضحكه صراحه ضحكتنا بالجمله العفويه اللي ذكرتها وقلت انه انا لا صايم ولا فاطر فالف مبروك اسمك دخل ويانا بقرعه السفر وان شاء الله يوم الجمعه يطلع اسمك من الرابحين وتحياتنا لك وان شاء الله تبقى لا صايم ولا فاطر تحياتنا لك يلا نستقبل الاتصال هم يطلع لنا لا صايم ولا فاطر بس صدق هاي شلون؟ والله ما ادري احنا لو ساليه هو ما يعرف بها عيد الاتصالين مره ثانيه اريد نعرف انك شلون يعني اتهمنا بهاي القصه طبعا تحياتنا لك نستقبل اتصالي نقول الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام رمضان كريم علينا وعليك يا الله اكرم من ويانا؟ وياكم وليد خالد من الانبار وليد؟ نعم وليد شنو؟ وليد خالد من الانبار تحياتنا لك وتحياتنا لاهالي الانبار اسال وليد يلا سلام وليد نعم شلونك شخبارك الانبار شلونها؟ خير ورحمه وليد وليد المتصل اللي قبلك من بابل بهاء سالناه على الوزن قلنا له احنا دائما برمضان اكو ناس يزيد وزنها برمضان فقلنا له انت صايم لو لا قال اني لا صايم ولا فاطر فممكن انت اذا تعرف تحل لنا هذه الجمله يعني يا ريت المعادله هاي شنو لا صايم ولا مفطر هاي الا شغلت انا متابع البرنامج من دكتور هذا الا شغلت ميت يعني ماكو غير هذا الحمد اللي ميت ماكو من الحكى ويانا يعني نعم من الحكى ويانا ذا ميت بها هذا عايش على المغذي هو صايم ولا مفطر هو غزه هذا ماكو اي تفسير ماله هذا يا صايم ولا مفطر شنو معنى يا صايم ولا مفطر اي والله هم صح كل معنى ماله يعني ما تدور مالها اي معنى هي يجوز وليد مستعد نروح للصور ان شاء الله تمام يلا
اليوم كله هندي. اليوم كله هندي. اسألي اسألي. وليد اشوف الصورة. نعم اشوف. من هي هالممثلة وطيني اسم فيلم من افلامها. الله اسمها ما اعرف. شلون؟ هي شنو اسمها؟ اسمها ما اعرف هندي وقبل اسماء اسمها الحقيقي. قولي لي قولي لي. زين اوكي. زين هي اسمها كارينا كابور. شنو وليد اسمها كارينا كابور، شنو اسم زوجها؟ يلا بسطنا لك اياها. اذا اسمها كارينا كابور حتى ما اعرف شنو زوجها. زين وليد اوكي نعوف الصور ونعوف الهنود ونعوف الهند بحاله. هو الهند خليها خارج قوس احنا والهند بورد. تمام اريد اسالك سؤال. جواب. بشنو يشتهر الرجل الانباري او الانبار بصوره عامه بشنو تشتهر؟ الكرم والاخلاق والطيبه. اكيد هذا يعني مثال لكل شعبنا العراقي من شمال الجنوب يمتاز بهذه ان شاء الله عنده الكرم والاخلاق والطيبه والشهره والسمعه الزينه. اها تمام زين. شنو الاختلاف يعني اليوم راح ندخل بالانبار تفاصيلها. وليد شنو الاختلاف بين الشوب الجنوبي والشوب الانباري؟ زي العربي بالانبار يختلف يعني زي عربي عام محبوب ومرقوب وشكله حلوه مرتبه. اها فالجنوب يختلفون يعني مع احتراماتنا لهم شوي. يعني قصدك انه بالطريقه الزي العربي اختلاف بين هو اكيد اكو اختلاف حتى بطريقه اللبسه اختلاف. وطريقه الكلام طريقه الشوبي. زين انت تعرف ترقص شوبي او تعرف تشوب على قولتهم؟ ما اعرف ارقص شوبي. لا والله. يعني انت لا تعرف الشوبي ولا تعرف الهنود؟ لا انا ما اعرف ارقص شوبي ولكن متابعيني وشغلات الحفلات تصير بعض بعض حفلات مع العراق هنا شوبي يجيبون فنانين مثل ضيال عيسى وبعض الفنانين المغنيين المرتبين تعرف انت الحين انحضر في الحفلات انحضر شو بس ما ارقص مجرد مشاهد. اها حلو تمام. وليد تحياتنا إليك وألف مبروك اسمك دخلنا ويانا في قرعة السفر وإن شاء الله يوم الجمعة راح تتم السحب عليها أو تفوز ويانا. تعرفين ترقصني شوبي؟ لا والله داعي. سرعت ترقص شوبي هسه؟ داعي أتعلم. وين بهذا الثوبي حتى وقع؟ ثوبي وشوبي يعني نفس القافية. حتى إيش نان الدعبل؟ أنا صراحة ما أعرف. لا أنا دا أحاول أتدرب. أنا أعرف يعني أعرف بس مو أعرف يعني مو بروفيشنال بالموضوع. لا أنا يعني راد إنه مدرب أنا والله مين راسه. دا أفكر بهذا الشيء أنا على فكرة. وها ونتدرب كل الرقصات الشوبي الجنوبي والغربي والدبكة الكردية. هاي يعني كل الفلكلوريات أو الأشياء التراثية. أكيد هاي تفيدنا ما شعوب حفلة بتشي تخرج عرس. دك شوفي ونقعد يعني يصير نقعد عقال او بس نصفر. لا ما يصير. تمام لازم نشارك احنا. يلا نستقبل اتصال نقول الو. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم عليك وعلى كل الكادر. الله اكرم. من وياي؟ وياك ايات حاتم من بغداد. ايات حاتم من بغداد. ايات شلون ها معلوماتك اسئلتنا صعبه سهله؟ ايات حاتم. حاتم اي نعم اي صح سجلنا. ايات اتمنى منكم اني اول مره مشاركة وياكم اتمنى منكم تفوزوني صالون ان شاء الله. احنا قلنا على القوانين يعني اذا جاوبت انا دخلت في القرعه مالت السفر بس شو كنت دخلت ما اقدر اسافر. دخلت هذا الاسبوع بالقرعه لو الاسبوع الاخ اللي راح؟ انا اعرف صالون. لا لا بس باقي ايات احنا شهد طبعا هي شهد من القوانين هذه القوية اللي نزلتها عفوا يا مركز بالبرنامج فقالت اللي يجاوب مخرج الهدية باعي آيات قالت لي جاوب دايركت بدون مساعدة على الصورة نعطيه مركز بس اللي نساعده يدخل قرعة قرعة. هاي القوانين يعني لازم ما تتغير حتى كل مشاهد يعني ياخذ حقه اللي جاوب ياخذ حقه واللي ما جاوب ياخذ حقه حتى لا يصير زعل. خلينا نشوف الصورة. اي اوكي ان شاء الله جاوب على السؤال. يلا ان شاء الله يلا بس ساعدوني. شوف طلعت لي الصورة سهلة. آيات آيات آيات. أي حسام الرسام. حسام الرسام. أريد تقولي لي شنو؟ نعم أريدش تقولي لي شنو؟ قولي لي تقولي لي يا آيات شنو اسم حسام الرسام الثلاثي؟ مدى الصوت ما واضح. صوت شنو؟ اسم حسام الرسام الثلاثي راح أحسب لك منها العشرة. يلا مو تريدين صالون واحد اثنين
ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. محمود هاشم. حسام محمود هاشم. منو؟ طبعا انت عبارتي العشرة، صار انا الآية 16، فنعتذر منك يا آيات. اسمك دخل ويانا بالقرآن. نعتذر منك يا آيات، لكن اسمك دخل ويانا بقرعة السفر، ان شاء الله اسمك يفوز بالسحبة يوم الجمعة. تحياتنا لك. حاولوا ويانا يعني بالاتصالات الجاية ان شاء الله تفوزون. يلا نستقبل اتصال، نقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. السلام على الجميع ان شاء الله. على الجميع. الله يسلمك. من وياك؟ وياكم لينا علي عزيز من بغداد. لينا علي عزيز من بغداد. لينا والله اول مرة اتصل وحصلنا وصول. ان شاء الله مو اخر مره، ان شاء الله بعد الايام الجايه ان شاء الله ما تفوزون اليوم تفوزون باكر. احنا مثل ما قلنا القوانين، اللي جاوب اول مره الا القوانين ان شاء الله اللي جاوب اول مره على بدون مساعده ياخذ مركز. والله يمي الاهل ان شاء الله من ما نحتاج مساعده هم يساعدوني. اوكي تمام. يلا نشوف الصوره. يلا نشوفين الصوره. شفتي الصوره اللي طلعت لك يا لينا؟ مينا. مينا لو لينا؟ مينا. مينا هذا صورة لأحد الشعراء، أريد تذكرين لي اسمه. إيه. وذكرين إيش اسم قصيدة من قصائده، هو شاعر من الجنوب أعتقد. والله يعني تغيروا لي الصورة أول مرة أعرف هو حصلتك. لا هو شاعر كلش معروف. والله ما أعرف. شنو من الجنوب؟ اي وايد شاعر الجنوب. هو يعني شاعر الجنوب؟ هو شاعر، لا اقصد من الجنوب، لكن اريد ذكري لي شنو اسمه او قصيده من قصائده. هو ميت الله يرحمه. والله ما يعني تشير مالك يقولون. لا 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 احنا مو شيء بالشعر. لا فنانين نعرف. مينا هو يبلش اسمه بسعد. سعد؟ اي والله يعني ما اعرف. ابو مينا طبعا بما انه انت اول مره تصلين بينا وتشاركينا، هو اسمه سعد محمد الحسن الشاعر، لكن انت ما جاوبتي على السؤال، فاسمك راح يدخل ويانا القرعه. تتصلين بينا بالايام الجايه ان شاء الله، وان شاء الله تروحين ويانا مركز. تحياتي لك. تحياتي. شكرا لك. تحياتي. نستقبل اتصال، نقول الو. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. رمضان كريم عليكم. وعليك يا رب. من وياي؟ بدون مجامله تهودي اليوم تخضرين طالعه. حياتي انت لحله، تسلمي لي عيونكم الحلوات. والله لا رحبتي. الو وياك عيني شلونكم؟ حياتي الحمد لله. من وياي؟ يا صابرين. صابرين؟ صابرين شنو؟ اي صابرين كامل. من وين صابرين؟ من بغداد. صابرين شلونك؟ الحمد لله. ثامر زعل. رمضان كريم صابرين. رمضان كريم عليك. صابرين اكو مقدم يقدم يمشهد اسمه ثامر. شوفي. رياتي يا موجود. مو اليوم لابس ازرق فما مبين انت ولا هاي. بس وش مبين؟ ضايع. صابرين شلون شوي المسابقة؟ شلون هالأسئلة؟ إن شاء الله زينة. يلا نشوف الصورة. إن شاء الله. يعني اتمنى انه اربح مركز سبعات. حياتي تدللين بعيوني بس جاوبيني. صابرين اسم اللاعب العراقي سهل. لاعب كرة القدم. يلا انطلقي. جدا سهل. عبد الزهرة؟ لا لا. صابرين يا وطننا صابرين. هي راجعين بس انا حوارت على اسمه. بس اعرف ابو عبد الزهره بس ما اعرف والله اول. لا 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 بعيد عن عبد الزهره. صابرين. شهد مطالعه حلوه وتخبل. خالد سعد شهد. انا ما اعرف ما اعرف اسمه. حبيبتي شهود انا اتمنى ان تروحين. انا ما اعرف اسمه. هاي برا خبر مزول. شو اسمه؟ طبعا هو اسمه خالد عبد الزهره. لا ضاعي هو يعني بنادي الزوراء حاليا. شنو اسمه؟ والله على بالي بتمنى اذكر. صابرين راح اني ادخل اسمك القرعه، انت ما جاوبتي طبعا. راح ادخل اسمك القرعه وتتصلين بينا بالايام الجايه وان شاء الله تربحين بمركز شبعاد او بقيه المراكز. هو اسمه علي رحيمه. تحياتنا لك يا صابرين. يعني ما اعرفه اصلا يعني. ليش ما ساعدتيها؟ ما اعرفه والله. لو اعرفه كان ساعدتها.
حلو. انا ليش يطلع لي رياضي ما ادري، انا رياضي زين. بعد لا تتصلون تقولوا لها طالعه حلوه، ما تفيدكم هذه الكلمات يعني. ايش عليك المشاهدين يقولوا لي طالعه حلوه، ليش تغار؟ انا غار؟ ليش يابا؟ غار مني، غار من المشاهدين يردوني الي. طبعا تحياتنا لكم. نقول الو؟ ثامر اكيد. الو السلام عليكم. ميرسي ميرسي. الو مساء الخير وعليكم السلام ورمضان كريم. وياك رياض امير من بغداد. رياض امير. رياض امير ليش مستعجل رياض؟ صبر صبر. مخاف ينقطع؟ لا ان شاء الله ما ينقطع يا معود رياض، احنا نتصل بيك اذا انقطع. رحم الله والديك. رياض مستعد للمسابقه؟ اكو احد يمك يساعدك ولا لا؟ ان شاء الله. وانت اذا متابع الحلقه من البدايه اليوم لحد الان الصور كلها سهله. اي يلا نروح ويا رياض ونشوف الصوره اللي راح تطلع لرياض. نعم رياض. رياض رياض اريد اسالك على هاي الصوره، هذه الصوره شنو اسم الرياضه اللي جاي يمارسها اللاعب؟ التنس. التنس؟ اي نعم. زين لها اسم ثاني شنو يسمونها؟ كرة المضرب. نعم كرة المضرب يعني التنس. عافية كرة المضرب، ألف مبروك لك يا رياض ودخل اسمك ويانا بقرعة السفر. تحياتنا لك. تحياتنا لك. شلون ما سمعنا؟ قطع الاتصال، اتصل بينا مرة ثانية نعتذر يعني ما أعرف وين راح، صح هو قاعد راح ينقطع الاتصال. تحياتنا لك. ناخذ اتصال بشوف شلون شاطر. ناخذ اتصال ونقول له. بسرعة بسرعة جاوبنا. لا هو السؤال طلع سهل. ألو. صح. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من وياي؟ فاطمة محاسن. فاطمة محاسن من وين؟ من بغداد حبيبي. من بغداد. شو سويت اليوم فطور؟ هاي صار لي مسألة السؤال. لو بدت التصفيات مع الفطور شوربة ماكو، تمر ماكو، لبن ماكو. لا أكيد لا 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 حبيبتي اليوم تي أكيد شوربة كوبة برغل على تمن أبو شعري. الله شبعت. شبعت الحكي يعني ما باكله. ليش هيجي؟ الف عافيه. الف عافيه يا فاطمه. فاطمه من وين انت؟ من بغداد. والله من حي المعامل. من حي المعامل. نعم. تحياتنا لاهالينا بحي المعامل. فاطمه مستعده للمسابقه ان شاء الله. يا شوف الصوره ان شاء الله سهله. ويلي هذا الدرس. فاطمه اسالها. يلا سالي فاطمه. اريد اسالك هذا الدرس بيا صف ندرسه لأنه كلش قديم ومعروف الغراب العطشان. صف يمكن ثالث أو رابع ابتدائي. حددي لي إجابة محددة تقولي لي خلص. ثالث ابتدائي. فاطمة بما أنه أنت أول مرة تتصلين بينا، هو مو ثالث ابتدائي هو ثاني ابتدائي يا فاطمة، فاسمش راح أدخله ويانا بالقرعة وألف مبروك. تحياتنا لك. يلا نستقبل اتصال. نروح لألو آخر ونقول مساء الورد. ألو. الو الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونكم؟ رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. اكرم. وياكم رهف احمد. رهف احمد من وين؟ من بغداد. من بغداد. رهف شلون هالاجواء يمك؟ انت تطبخين؟ والله تخبط. كلش ما تعرف رهف. من الصوت انا احزر من الصوت. ظهرتك وش مسوي؟ انت هم تساعديني بالطبخ؟ تعرفين باعي شهد. تعرفين رهف ايش تقول تخبل؟ يعني رهف تقعد تحت بالاربعة ونص بالخمسة. تلقى السفرة ممدودة، تقعد تفطر وتتعشى مسلسلات مو؟ صدقت يا اخ العرب. مبينة. شوف من الصوت انا ما اقول لك ما اعرف جماعتي يعني. حبينا صراحة تشرهف يعني حلوة من الصراحة، احسن ما تقولين والله انا علي الشوربة وعلي الأرض. لا كلش ما اسوي. اي صح. هسه اريد سؤال حلو. احنا نشوف السؤال واحنا نحاول نساعد وان شاء الله نمشي على القوانين. تمام. بشوفين الصورة. اسألها. رهف. اي. هذا الممثل اريد اقول اريد اسالك عليه سؤال ما اريد اسمه لان اكيد اسمه انت ما تعرفينه طبعا. اي. شنو الدور اللي يمثله او شنو الدور اللي اشتهر به بتمثيله؟ من خلال الصوره انت اكيد تعرفين المكان والصورة. هو هذا طرزان صح؟ انا سالتك تجاوبيني يعني ما تقولي لي صح وغلط. اي كان البطل هو. اذا تقولي لي صح او غلط فانا ما اقول لك صح او غلط. كان البطل شنو هو يعني ادري اعرف بطل شنو؟ بطل الغابة. رهف لا لا تضحكينا هواي ضحكنا اليوم. ان شاء الله دايما يا ربي. رهف زين راح اسالك سؤال ثاني. اي لان انت السؤال الاول يعني جاتك ما متاكده منها يعني. اي
اتصل بينا بهاء غانم من بابل. اليوم ترند الحلقة بهاء غانم. سألناه على الوزن، قلنا له أنت زاد وزنك بالصيام؟ لا. قال أني لا صايم ولا فاطر. لا لا والله زاد. عايش الشمسية. إي فأرد أسألك شلون يعني لا صايم ولا فاطر؟ لا صايم ولا فاطر. من أني؟ لون ما أدري. رهف رهف ريا رهف. شنو هذا جني؟ لا يصوم ولا يصوم؟ لا اللي قبلك، اللي قبلك قال هذا يجوز ميت. لا أنا قلت له عايشة الطاقة الشمسية. لا صح شهدها. ما شاء الله حتى الأشباح ولا الواحد خابركم. يجوز الله. واصلتكم للمقام. رهف ألف مبروك اسمك دخلنا دخل ويانا بالقرعة إن شاء الله يوم الجمعة يطلع اسمك بقرعة السفر المقدمة من قلعة الشمال. وتحياتنا إلك. تحياتنا لكم. ناخذ اتصال نقول ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم. حياتي. الله أكرم. عليك يا رب. من وياي؟ وياك مسرة أحمد. منو؟ مسرة أحمد. شنو اسمه؟ مسرة أحمد. مسرة أحمد. مسرة من وين؟ من منين؟ ألو. مسرة. راحت مسرة. قطع الاتصال. تحياتنا لك مسرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. من وياي؟ حنين محسن من بغداد. علي؟ حنين. حنين. حنين محسن من بغداد. شلونك حنين؟ تمام. شو اخبارك؟ والله زينه. حنين انتي هم شاركين بالفطور، شو تسوين ما تسوين؟ والله اليوم دوامة. زين حنين قبل ما ندخل للصور اريد اسال سؤال، حافظه اغنيه هاي حنين بقد هوا بغداد يتعب قلبي واحنا بعاد؟ لا والله. هي على اسمك المفروض تحفظيها يعني. ان شاء الله مره ثانيه. ان شاء الله. طبعا حنين قالت الفطور دوامة، انت سويتيها لو لا؟ لا اكيد. يعني اكيد مبين. انا اقول لك لا. اي زين بما انه تسوي الدولمه راح اسال السؤال جواب، شنو نوعيه البهارات اللي يخلونها على الدولمه، او شنو البهارات اللي يخلونها على الدولمه بصوره عامه يعني؟ هي التوابل. سبع بهارات، النمبس، الحام، فنجان، كلهن. زين هل تقرون عليها تمر هند لو دبس الرمان؟ اي اي لا تمر هند ودبس الرمان. عصير حام بس. عايشتيلش ليش هنا؟ يلا شوفوا الصورة. ارد خبز ارد لذة. بس شوية سهلة في دول عينك. يلا ان شاء الله ان شاء الله. اوكي يلا نروح. يلا باعي طلع لي السؤال سهل حنين. هذا الشارع وين؟ هذا الشارع وين يا حنين؟ شارع الرشيد. من تجاوبك حنين؟ كم؟ من اللي طاش الحين؟ زوجي. زوجك حلو. جاهزة ليش زوجي شو شيء؟ حنين. بس يوم مريض هاي يوم مريض بكل مركز لأن بسرعة جاوبت. إيه صح بسرعة جاوبت. حنين. زوج بيجاوب. زين المركز إيش لو زوجك حنين لأن هو. لا هي. يعني تأخذين من عنده جائزة؟ ها؟ يعني راح هو ينطيك الجائزة؟ إذا يتنازل عنها أوكي، ما يتنازل ما ننطيك. لا لا يتنازل. خلي اسمعه هو يتنازل ولا لا. خلي نشوف نسمع صوته. قولي له. يتنازل؟ إيه يتنازل. يا. يتنازل. ألف ألف مبروك لك يا حنين. من أي مركز ربحت؟ فزت ويانا جائزة من مركز ليفون. فزت ويانا يا حنين جائزة من مركز ليفون. تحياتنا لك. تحياتنا لمركز ليفون. وتروح لهم إن شاء الله ما يقصرون وياك. تحياتنا لك. نروح لي متصل آخر وألو آخر ورمضان كريم مرة الأخ. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. وياك علي مجيد تحياتي لك ولكادر. حياك الله وتحياتي كادر إليك ورمضان كريم على الكل إن شاء الله يا ربي. علي مجيد من وين؟ أنا من بغداد جديدة. بغداد جديدة. من وين من بغداد جديدة علي؟ شارع المسبح. يا هلا ومرحبا ومية هلا بشارع المسبح. بيتكتر. أرد أسألك شارع المسبح سموه نسبة للمسبح اللي بيه لو يعني شنو؟ نسبة للمسبح شاكيد. زين مستعد للصور شنو؟ أكو أحد يمك يساعدك لو العائلة كلها قاعدة بس شنو ولد صغار مو كبار. أها كلها يلا يلا احنا نساعدك احنا موجودين. نساعد واعتمد على روحك همين حلو واحد يعتمد على روحه. شو الخبات اليوم النازلة عليك؟ يلا تمام يلا يلا يا علي يا ابن بغداد جديدة يا شارع المسبح. علي طلعت لك السؤال سهل. شنو سهل؟ هذا المكان وين؟ لا سهل معروف. بس الصورة هذه الصورة اللي طلعت لك
من وين او وين؟ المكان وين؟ اي ترى سهل. تزوج لحني سهل وشنو ما عرفه؟ وين لح... بدولة عربية، بدولة عربية. نعم البصرة؟ لا دولة عربية مو بالعراق. دولة عربية؟ اي 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 ودائما احنا نروح لها بالصيف. دولة عربية والاجواء مالتها حلوة. لبنان؟ عافية عليك لبنان. لبنان وين بالتحديد؟ ها؟ هي بلبنان صح بس وين؟ علي ساعدني تدور. علي هي هذا صح لبنان وهذا الروشة يسمونها. فألف مبروك إليك، اسمك دخل ويانا بقرعة السفر يا علاوي، وتحياتنا إليك للعائلة الكريمة. تحياتنا إليك. حلوة يا ماما واحدة اعتمد على روحها. مشاهدينا من وراي اعتمدوا على روحكم. لا أنا موجود. أنا موجود. اعتمدوا على روحكم. يلا استقبل اتصال نقول ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. قيصر ابن ديالة وياكم. قيصر أبو البرتقال. راح يخلص رمضان والبرتقال ماكو. لا شفنا البرتقال ولا شفنا الرمان، كل شيء ماكو. قيصر 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 شنو حتى اسمك ندخله بالقرعه؟ قيصر مهند. قيصر مهند. قيصر انا بس مشارك عندي الشعر. عنده شعر، يلا نسمع الشعر. الشعر بس إليه، ما تشعر الشهد بعد ممنوع. والله بالجديد إليه. لا 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 الله يبعدك من هذا الشعر قول. يلا نشوف نسمع. تمام. هو نصيحه يا زبر. اوكي إليه لو شهد هسه ما افتهمنا. لا 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 ها بعيد بعيد عنه. حلو يلا اوكي. اي اقول اسمع يا ابن الناس. اي اذا عندك رجول احترم بنت الناس. اذا عندك رجول احترم بنت الناس، مو تستغل حبها وتالي ترفضها. حلو. تطلب منها صورة بحجة المشتاق، ومن تخرب تهد الصورة تنشرها. حلو. ربك لك ربك فوق يعلم بما تعلم به، اذا مو قد الستر عيب تشهرها. لك زحمة زحمة لك زحمة على الرجال، استغل ضعف انسان وفشله فشل المرأة بالضعف تقهرها. حلو. ما تاخذها عرب خليها للغير، لا تعمل عمل بالاخر يضرها. الله. حلو. لا تعمل عمل بالاخر يضرها. تحياتنا لك. تحياتنا الى قيصر. تحياتنا. شكرا لك يا قيصر وصح لسانك. وفعلا فعلا اللي يحب بنت او يسوي علاقه ويا بنت لازم يصونها ولازم يفكر بها ويفكر باهلها ويفكر انه هذه العلاقه شنو هي بالاخير او شنو نهايه هذه العلاقه، مو علاقه لعب وهذه السوالف. طبعا نصيحه لكل الشباب، ويا ريت يعني اغلب شبابنا يعملون بها، يبتعدون عن هاي الشغلات السلبيه والمحلوه. حبيت قيصر يعني. لا بعد حتى برتقال مريض يعني وقعناها وقع البرتقال على هذا الشعر الحلو. تحياتنا لك. نروح لاتصال اخر ونقول الو مساء الخير. قطع والو مساء الخير مره ثانيه. الو الو هذا واحد يركض. يركض عطيه حصن. الو ناخذ اتصال ثاني نقول الو. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتنا. من وياني؟ خالد وليد من الانبار. خالد وليد من الانبار. نعم. اخوك قبل شويه اتصل؟ نعم. اي شوف حلو من العائله كلها متابعتنا والاخوان يتصلون والام والبنت تتصل. متابعين برنامج كل يوم. اي لاف يو اي لاف يو يا خالد وليد واي لاف يو. انت شنو اسمك؟ انت شنو اسمك؟ هو خالد. خالد. لا مو خالد قبل شوي اتصل فينا كبير. لا لا اخوك شنو اسمه؟ محمد. انا اخوي زغير. هو محمد ذاك خالد. انت محمد. لا خالد. انت خالد. خالد من سماك خالد؟ ماما ولا بابا؟ لا بابا. انت تحب ماما ولا بابا؟ زين باما لو لا والله هي ناسي. تحياتنا لهم الله يخليهم ولك ان شاء الله. انا اليوم راح لازم اسوي مشكله. ليش؟ وخالد زين منو اكثر منو يضربك او دائما يعاقب بيك، ماما لو بابا؟ ها؟ منو دائما يعاقب بيك وما يعطيك مصرف ويجي يضوجك بيك اكثر او يعاقب اكثر، ماما لو بابا؟ ابويا والله اكثر شيء ينطيني. وامك لعد مو خطيه بتنطيك؟ ام خطيه مسكين. تحياتنا لكم. يلا خالد نروح للصور. نعم يلا روحوا يا خلود للصور. شوف يا سبحان الله حلوه. خالد خالد. نعم.
شوف الصورة اللي طلعت لك. نعم. أي نعم نعم الله عليك. هذا الطفل منو؟ غششني يعني. ما شوف ما فيش حد يقول الصورة تشوفها زين. حلو. أغشش أغاني شفته. هذا اللاعب هذا اللاعب شنو؟ هذا الطفل ابن لاعب مشهور. ميسي. هو ميسي. هذا شو اسمه؟ ايه هو شو اسمه ابنه؟ والله ما اعرف. ما يعرف. خلي احد يمك ابوك يساعدك. خالد. خالد هو يمي صعب يعني. خالد هذا اسمه مايكو ابن ميسي. ميسي اللاعب اللي ببرشلونه. والف مبروك اسمك دخل اسمك بقرعه السفر. او اكيد ويا خالد راح او انتهى وقت برنامجنا لليوم. الرقم الظاهر اسفل الشاشه هو رقم استلام الجوائز. اي شخص ربح ويانا اليوم بحلقه اليوم او بالحلقات السابقه خليه يتواصل على هذا الرقم على الواتساب لاستلام جائزته. والف مبروك لكل شخص ربح ويانا وحظ اوفر لكل شخص ما ربح ويانا. وبالايام الجايه الكل رابح ويانا واكيد الجو الك يا شهد. طبعا تحياتي لكم مشاهدينا ونتمنى كانت حلقه حلوه ويانا. أكيد اللي ما فاز رح يشارك ويانا بالحلقات الجاية ويفوز أكيد بس بالقوانين. ها مثل ما قلنا بالقوانين. إيش القوانين؟ طبعا تحياتي المركز شبعاد اللي قائم على الميك اب والتسريحة يوميا على طول شهر رمضان. تحياتي الأزياء جنة الخليج اللي قدموا لي هاي الأزياء الحلوة. وأكيد أنا متواجدة على البيكو لايف يوميا بعد الحلقة وحاليا هم موجودة. وتحياتنا لكم وانتظرونا باكر بالحلقة نفسها الساعة 9:00. باي باي.